لكل اللي عم بيتابعونا اهلا وسهلا فيكم من جديد بالحلقه الثانيه من برنامج لايف ستايل، معكم اخصائيه التغذيه العلاجيه رند الديسي. بالحلقه الماضيه اكيد حكينا عن معلومات تغذويه جديده، واليوم رح نفتح معلومات تغذويه ومواضيع بتهمكم بالتغذيه وطريقه حياتنا. مثل ما نحن بنعرف انه السكري هو من اشهر الامراض للاشخاص بتعاني منها، فاليوم رح نحكي بموضوع السكري واكيد كيف العلاج منه. ما ننسى انه كمان رح نحكي اليوم عن المنسف اللي هو الأكلة الشعبية الأردنية، شو هي فوائدها وهل هو المنسف صحي او غير صحي، ورح نسأل الأشخاص ونشوف شو آرائهم. بالإضافة لهالشيء كمان رح ننتقل للجيم لنشوف الكوتش اليوم شو حضر لنا معلومات تغذوية واكيد كيف انا بقدر اكمل غذائي بالرياضة الصحيحة. بالإضافة لهذا الشيء مثل ما دائما احنا عندنا فقرة لايف ستايل، رح نشوف كيف نحن اللايف ستايل تبعنا وايش هو اللايف ستايل تبعنا بيتكون من. مثل ما نحن شايفين نحن اليوم متواجدين بكافيه، والكافيه اكيد هو بارت مهم من اللايف ستايل. معظمنا الاشخاص بنطلع على كافيهات، بنزور مقاهي او حتى مطاعم. رح نشوف كيف هاي المقاهي المطاعم بتاثر على حياتي اليوميه وكيف انا بقدر اطلب اختيارات صحيه خلال تواجدي فيها. خليكم معنا وخلينا نبلش اول فقراتنا. ولنبلش باول فقره من فقراتنا رح نحكي عن مرض السكري. مرض السكري هو أحد أكثر أمراض شائعة بين الأشخاص، وعشان هيك اليوم بدنا نركز عليه، نحكي شو هو مرض السكري، نعرفه، الأسباب وإيش بسبب مرض السكري، وأكيد الأعراض. طبعاً بداية مرض السكري هو المرض اللي بصيب الأشخاص بسبب نقص هرمون الأنسولين. البنكرياس عندنا بالجسم يفرز هرمون اللي هو الأنسولين اللي بتعامل مع السكر الموجود بالدم. الأشخاص اللي ما بيكون عندها إفراز لهذا الهرمون بيأتي إنه يكون عندهم للأسف مرض السكري. في أشخاص بتنولد مع هذا المرض وأشخاص بيجيها هذا المرض مع العمر. عشان هيك رح نحكي عن المسببات. المسبب الأول لمرض السكري من النوع الثاني اللي هو الأشخاص بصيبهم خلال فترة حياتهم هو للأسف العمر. تقدم العمر وخاصة بعد سن 45 للرجال و 46 للنساء بيكون عامل أساسي للإصابة بمرض السكري. للأشخاص كمان اللي عندهم وزن زائد وإفراط في وزن الجسم كمان هم معرضين إنه يكون عندهم مرض السكري بشكل أكبر. وما ننسى إنه كمان الأشخاص اللي عندهم ضغط عالي فوق 140 على 90 كمان هم معرضين إنهم يكون عندهم السكري. أما للنساء اللي بتكون حوامل بيكون عندهم مرض سكري الحمل، ممكن إنه يكون عندهم نسبة أكبر إنه يرجع ينصابوا بالسكري بعد الحمل. فلازم نحن ننتبه على طريقة غذائنا وننتبه على الطرق الغذائية الصحيحة اللي رح تساعدني إنه أنا أحمي جسمي من هذا المرض بدل من ما إني أعالجه. أما بالنسبة للأعراض، شو الأشخاص ممكن تحس لما يكون عندها مرض السكري؟ هي أولاً زيادة في البول. الأشخاص بحسوا دائماً إنهم بيرغبوا إنهم يفوتوا على التواليت أو دائماً بدهم يشربوا نسبة مي كتير عالية، عشان هيك بيكون عندهم خطر إنه يصابوا بالسكري. فمن هدول الأشخاص خلينا ننتبه إنه نحن نعمل الفحص ونشوف هل عندي زيادة سكر بالدم أو لا. المعدلات الطبيعية الموجودة تكون مفروض تكون بالسكر بالدم هي 100 ملي جرام بير ديسيليتر من السكر. الأشخاص اللي عندهم أكثر من 100 جرام بير ديسيليتر بين السكر في الدم خلينا ننتبه ونقوم على زيارة الطبيب. ما ننسى كمان من الأعراض اللي ممكن إنه نحن نحس فيها إنه عندي بيكون خسارة وزن كتير كبيرة بفترة كتير قليلة لهدول الأشخاص. بالإضافة لهذا الشيء الأشخاص ما بيقدروا يكونوا عم بيشوفوا بالشكل الصحيح، وبنقدر نعرف إنه هاي من زيادة نسبة السكر بالدم. ما ننسى إنه كمان الأشخاص اللي عم بزيد وزنهم بشكل كتير كبير أو عم ينقص وزنهم بشكل كتير كبير ممكن يكون عندهم السكري بس هم مش حاسين على حالهم. فعشان نحن نحمي أنفسنا من هذا الشيء ممكن إنه نحن نزور أقرب صيدلية إلنا وبس نعمل فحص صغير اللي هو نسبة السكر بالدم لحتى دائما نحافظ على صحتنا بشكل منيح، ودائما نحن بنحكي إنه نحن نوقي أنفسنا من المرض كتير أحسن من ما إحنا نضطر إن نعالجه. بعد ما حكينا بالتفصيل عن مرض السكري أسبابه وأعراضه، دائماً أنا بسمع الأشخاص عندهم شائعة خاطئة بيحكوا دائماً إذا أنا باكل كيلو من السكر رح يصيبني سكري، أو شو عم تعمل أنت عم تاكل كيلو من الشوكولاتة اسحك يصيبك سكري. هل بتعتقدوا هذا الشيء صحيح؟ للأسف هذا الشيء غير صحيح.
حتى لو أنا بستهلك كيلو كامل من الشوكولاتة أو حتى من السكر على شكل يومي مش رح يصيبني مرض السكري. المسبب الرئيسي لمرض السكري هو الإفراط بزيادة الوزن، وخاصة الدهون المتراكمة عند منطقة البطن. هاي الدهون بتعمل ضغط على البنكرياس وبتقلل من كمية إفرازه لهرمون الإنسولين، وهو بيكون السبب الرئيسي لأن الأشخاص يصيبهم السكر. فتذكير صغير، حتى لو نحن أكلنا كيلو من السكر باليوم مش رح يصيبنا سكري، إلا إذا نحن كان عنا إفراط بزيادة الوزن اللي هو أكيد رح يكون العامل الرئيسي للإصابة بالسكري، ومش السكر أو الحلويات نفسها. هل تعلم؟ يعتبر الأرز البني من الحبوب الكاملة غير المكررة، وهو الأرز الأبيض قبل نزع القشرة وتخليصه من الألياف. قشرة الأرز البني تحتوي على معادن مهمة جداً لصحة الإنسان، حيث تحتوي على الفوسفور، اليود، الكبريت، الصوديوم، الحديد، النحاس، الكالسيوم والبوتاسيوم. كما تحتوي القشرة على نسبة عالية من الفيتامين ب. والأرز البني فوائد كثيرة تشمل تحسين أداء نظام القلب، الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، المخ وحتى الجهاز العصبي. يحمل الكثير من المضادات الأكسدة القوية التي توفر الأغاثة من مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، مستويات غير صحية من الكوليسترول، الإجهاد، الاكتئاب النفسي والأمراض الجلدية. ذكرت الدراسات أن تناول الأرز الأسمر يمد الجسم بكمية كبيرة من البروتين، حيث أن كل 100 جرام من الأرز الأسود تحتوي على 8.5 جرامات من البروتين، بينما الأرز البني أو الأحمر تحتوي على 7 إلى 8 جرام بكل 100 جرام من الأرز. كما أن كل 100 جرام من الأرز الأبيض يمد الجسم ب 6.8 جرامات من البروتين، وهذا يعد الأرز الأسمر أفضل أنواع الأرز للحصول على كمية كافية للبروتين من الجسم. بما أنه اليوم نحن حكينا عن مرض السكري، وكمان حكينا عن المنسف اللي كل الأشخاص بتحبه، أكيد هاي الأكلات بتأدي إلى تكدس الدهون خاصة في منطقة البطن والأرداف. فرح نشوف اليوم مع كوتش صهيب الوحش شو هي التمارين الرياضية الصحيحة اللي أنا ممكن أمارسها لحتى أحرق الدهون بهاي المناطق، خاصة منطقة الأرداف والبطن اللي نحن بنسميهم hips and abs، وبعديها رح نرجع نشوف شو هو الأكل المناسب لأكيد الرياضة اللي رح يعطيني إياها كوتش صهيب. خليكم معنا. مرحب أعزائي المشاهدين في برنامج لايف ستايل. اليوم راح نتحدث عن موضوع كثير هام اللي هو الهيبس أند أبس، اللي هو بيختص في منطقة البطن والأرداف والخواصر. طبعاً راح يمارسها الكوتش سامر معنا. طبعاً كثير ناس بتعاني من هاي المنطقتين، بيعانوا منها من السمنة، فإن شاء الله إنه في الحلقة هاي نعلمكم بعض التدريبات تساعدكم إنكم تمارسوها في البيت. طبعاً هي سهلة جداً بس إنها بدها شوية مجهود منكم، وراح نهلك الكوتش سامر وراح نهلككم معه. يلا أهلا كمل كوتش سامر. طبعا شايفين وضعيته، طبعا وضعيته لازم تكون كالتالي. ثاني ركبه شايفين كيف بحرك بس المنطقه العلويه، ما بيطلع كثير، بيطلع شوي بس لهون. ها اوكي جود. ايوه طبعا هو بيشتغل على المنطقه العلويه وبحرك جزء بسيط من المنطقه الوسطى والسفليه. جود كوتش سامر، اليوم راح نهلك كل الكوتش سامر. يلا تحمل معنا. انا جاهز. يلا جود جود، ممتاز. طبعا بحرك منطقة الحوض ايضا زي ما انتم شايفين. جود. ننتقل لتمرين اخر كوتش سامر. جود. شوف الوضعية كيف، لازم تحط ايديك تحت الارداف. جود. ولازم هاي الوضعية انك ترفع شوي من منطقة الهبس. جود. ممتاز. ولازم الركب شوي يكونوا مثليات مش ممدودات على الاخر. جود. طبعا هاي للفي لاين للمنطقة السفلية. جود كوتش سامر. جود ممتاز. تمارين كثير سهله، يعني تقدر تمارسوها بسهوله. طبعا هاي التمارين بتحرك منطقه البطن مع الخواصر اللي هي في منطقه اسمها الريش هون. طبعا بتحرك هاي المناطق. جود. طبعا هذا التمرين بحرك منطقه الحوض زي ما انتم شايفين، وبعطي شوي من الخصر زي ما انتم شايفين. طبعا الوقفه لازم تكون زي هيك. جود كوتش سامر.
طبعا زي ما انتم شايفين تمرين البلانك هذا كثير هام جدا، بيساعد على حرق الدهون. طبعا هذا بيرفع مقاومه الجسم وبيخلي الجسم يحرق دهون اكثر. طبعا هذا بتقدر تثبت عليه لمده من 10 ثواني ل 30 ثانيه حسب قدرتك. اوكي كسام، خلينا نتقع تمرين اخر نفرجيهم. بتقدر تستخدم الويت كمان، يعني دامبلز بسيط ممكن تجيبه من اي مكان، سهل انك تجيبه تحصله. زي ما انتم شايفين هو واخد كاد يحرك تمارين الحركة الخواصر، هي بركز على منطقة الخصر، شايفين وين؟ هون يمين شمال جول. طبعا هذا التمرين زي ما انتم شايفين كثير هام جدا لمنطقة حتى اللي بيعانوا من الديسك، ايضا ممكن يعملوا هذا التمرين، كثير مهم جدا للعمود الفقري وايضا لمنطقة الحوض والارداف. لازم قد ما تقدر تحاول ترفع جول. طبعا بمساعدة ايديك والارجل. طبعا طبعا زي ما انتم شايفين هذا تمرين اللنجز كثير هام، هاي زي ما انتم شايفين بحرك جميع المناطق السفليه من ارداف، من بقوي العضلات الداعمه طبعا للركبه. تقدر كمان تستعينوا بالادوات هاي كمان لتمارين للخواصر. طبعا هذا التمرين بيساعد كثير على حرق الدهون في منطقة الخصر، وكمان بيساعد على انه طبعا بحبوا يكون عندهم في لاين، طبعا بيساعدهم كثير. طبعا شايفين زي ما انتم شايفين ما شاء الله عضلة الكوتش سامر من هاي التمارين كيف ما شاء الله عليه. طبعا واخر تمرين معنا لليوم تمرين طبعا سهل جدا باستخدام البول طبعا، وكثير هام جدا لكل عضلات البطن. واليوم يعني هذا راح يكون اخر تمرين، وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. وطبعا احنا اعطيناكم تمارين بسيطه عشان تقدروا تمارسوها في البيت، ولا في اقوى من هيك. ويعطيك العافيه كوتش سامي. الله يعافيك. ما شفنا مع الكابتن صهيب انه اكيد الرياضه بتشكل عامل اساسي بخساره الوزن، وخاصه الدهون المتراكمه حول منطقه البطن والارداف اللي احنا بنسميها هيبس اند ابس. بس انا دائما بحب اذكر الاشخاص انه بالاضافه للرياضه 80% من خساره الوزن هو الغذاء الصحيح، 20% بترجع للرياضه، ولكن التنين لازم يكملوا بعض لنحن يكون عندي اللوك الصحيح او الشكل الصحيح، وخاصه كمان مكونات جسمي تكون صحيحه. اليوم رح اعطيكم 6 نصائح غذائيه رح تساعدكم انه نحن ناكل بطريقه اصح، وبنفس الوقت انه نحن نقدر نخسر اكبر عدد ممكن من الدهون، وخاصه الدهون المتراكمه حول البطن والارداف مع الرياضه اللي اكيد ورجعكم اياها كوتش صهيب. اول نصيحه تغذويه اليوم رح نبلش فيها، ونحن حكينا عن الموضوع بالحلقه الماضيه واللي هو عن المي. الاشخاص اللي ما بتعرفوا انه قله استهلاك المي اقل من المستوى المطلوب منهم بيؤدي الى تكدس الدهون للاسف حولين البطن، فلازم انه احنا نستهلك كميه مي كافيه لهدول الاشخاص. ولكن تذكير انه حتى زياده استهلاك المي اكثر من الحد اللازم هي ما بتؤدي الى خساره الوزن، فاذا عشان انا اكون عم باخذ فوائد الصحيحه من المي خليني ما يقل استهلاكي من المي عن لترين الى لترين ونص للاشخاص اللي عم تعمل رياضه، والمي اللي نحن عم ناخذها خلال التمرين او الجيم ما بتنعد من استهلاكاتي اليوميه. فاذا انا عم باخذ لتر خلال الجيم او خلال الرياضه هذا اللتر مش رح ينعد من اللترين ونص اللي انا لازم اشربهم باليوم. بالاضافه لهالشيء رح نحكي كمان عن الخبز الاسمر. كلنا بنسال انه هل هو الخبز الاسمر صحيح صحي؟ والاجابه اه. طبعا الخبز الاسمر بشكل عامل اساسي من التغذيه، وخاصه لخساره الدهون والمتراكمه حول منطقه البطن. للاشخاص اللي بتحب تخفف من هاي الدهون، الكوليسترول المتراكم عندهم بالجسم، اكيد الخبز الاسمر هو الحل. خلينا نستبدل 50% من الخبز اللي نحن بنستهلكه على شكل يومي، او حتى النشويات اللي عم نستهلكها بشكل يومي اللي هي الحبه الكامله. الخبز الاسمر هو احد الحلول، ممكن انه نحن ناخذ كمان الرز البني او حتى ناخذ حبوب الفطور الحبه الكامله. ما ننسى انه هدول اكيد بشكل عامل اساسي من النشويات بدل من السكريات البيضاء اللي هي بتكون مكرره، او نحن بنسميها الريفايند شوجرز اللي بتكون فيها نسبه عاليه جدا من السكر الابيض اللي اكيد ما له اي فائده غذائيه الا انه بيزيد الوزن.
على عكس هذا الشيء الخبز الأسمر لأنه فيه نسبة عالية من الألياف بيعمل على ربط الدهون واستخراجها من الجسم بطريقة أسهل. فحتى للأشخاص اللي بتعاني من نسبة عالية بالكوليسترول بالدم وأمراض القلب أكيد الخبز الأسمر رح يساعدكم بشكل كبير. بالنسبة للنصيحة الثالثة ما ننسى المشروبات الغازية. المشروبات الغازية للأسف عم بتشكل بارت كبير من أكل اليومي وخاصة هي دائماً بتكون تيجي مقرونة مع الوجبات السريعة. المشروبات الغازية نحن دائماً لازم ناخدها بتمعن وبحدة، يعني إنه نحن لازم نحد استهلاكي من المشروبات الغازية لمش أكثر من 1 can أو 2 cans per week اللي هي علبة أو علبتين ماكسيمم في الأسبوع. المشروبات الغازية لأنه فيها كربونات الصودا بتساعد على أنه كمان تخزن الدهون حول منطقة البطن وبتزيد من وجود الكرش عند الأشخاص مثل ما نحن بنحكي. وأكيد طبعاً الحمام بالماء الساخن هو عادة غلط عند كتير من الأشخاص وخاصة بفصل الشتاء. نحن كلنا بنميل أنه نحن نستخدم المي الكتير سخنة وخاصة بفصل الشتاء لأن الطقس بيكون كتير بارد وبدنا المي تكون سخنة لحتى تكاونتر بالانس هذا الإفكت. للأشخاص اللي عم تتحمم بمي كتير سخنة خلينا ننتبه من وجود السليولايت عندي بأجسامنا لأنه أكيد المي الساخنة بتعمل على زيادة السليولايت الموجود عندي بالجسم. ما ننسى أنه نحن إذا حبينا نستهلك المي الساخنة ناخد بعديها مي باردة دغري، يعني أنه نحن نستخدم المي الساخنة جدا وبعديها المي الباردة لحتى نرجع نشد الجسم ونشد أكيد بشرة الجسم ويكون عندي بشرة متجانسة خالية من السليولايت وخالية من الدهون اللي بتتراكم تحت الجلد. وأكيد النصيحة الخامسة لليوم رح تكون عن الجلوس لفترات طويلة أو حتى الوقوف لفترات طويلة لكتير أشخاص بتعملهم. للأسف هاي الشغلة كتير أشخاص بتمارسها إنه نحن بنقعد على المكتب لفترة كتير طويلة بحكم شغلنا أو حتى بحكم عادتنا بالبيت. خلينا ننتبه إنه نحن مش أكتر من ساعتين نقعد كل يوم بالبيت ونتحرك كل ساعتين 5 دقائق لحتى دائما ننشط من أجسامنا ويكون عندي دورة دموية بالجسم عندي أفضل. كل ما نحن تحركنا أكتر الدورة الدموية بتكون عندي أنشط بالجسم وبيوصل الدم للدهون وللأجسام بشكل أسهل وأكيد بتأدي إنه نحن يختفي من عندي السليولايت وحتى بيختفي من عندي الدهون المتراكمة. وآخر نصيحة تغذوية رح تساعدكم إنه نحن نتخلص من السليولايت وخاصة الدهون اللي عند البطن والأرداف اللي هي استهلاكنا الكبير للملح. ممكن أنت بتسأل الأشخاص هل بتزيد ملح على أكلك أو بتضيف الملح على الأكل ودائماً بيكون الجواب أنه لا أنا ما بضيف ملح على أكلي، بس ما بيعرفوا أنه في كتير مأكولات غنية بالملح بشكل كتير كبير مثل المخلل، التشيبس، المعلبات وخاصة المعلبات اللي بتكون فترة صلاحيتها لفترات طويلة بيضيفوا لها نسب عالية جدا من الملح لحتى يحفظوها لفترة أطول. فالأشخاص عم تستهلك نسب كتير عالية من الأملاح خلينا ننتبه لأنه الأملاح بتأدي إلى تحبيس المي بقلب الجسم. الأشخاص اللي ما بيشربوا مي كفاية وبيأكلوا ملح كتير رح يتحبس المي بجسمهم أكتر، أكيد رح يساعد هذا الشيء بأنه يتكدس الدهون مع المي والملح بشكل أكبر وأكيد رح يكون عندي ظهور السليولايت نحن بنحكيه دائما وخاصة عند النساء. خلينا ننتبه على طرق تغذيتنا ورح نشوف انه تغييرات صغيره باللايف ستايل تبعي، تغييرات صغيره بنظام حياتي اكيد رح يكون له بنفيت كتير كبيره على شكل جسمي الخارجي واكيد مكوناته من الداخل. وهلا وصلنا لفقره صح ام غلط. رح نحكي اليوم عن المنسف. مثل ما نحن بنعرف كل الاشخاص بتحب تستهلك هاي الاكله وبكثره. رح نشوف شو اراء الناس عن اكله المنسف. طبعاً مثل ما نحن بنعرف المنسف هو أحد أشهر المأكولات الأردنية اللي نحن بنستهلكها على شكل يومي. هي طبعاً الأكلة اللي بتخلي الأشخاص تتجمع مع بعض يوم الجمعة وكل الأردنيين بيحبوها وبكثرة، ولكن دائماً بيحكوا إنه إحنا رح ناكل منسف يعني رح نتقل كتير وبيعتقدوا إنه هاي الأكلة غير صحية أبداً. رح ننزل بكاميراتنا على الشارع مع برنامج لايف ستايل ونشوف شو آراء الأشخاص عن هاي الأكلة، هل هي صحية أم غير صحية، هل عن جد بتحتوي على نسب عالية كتير من الدهون الرز وبنفس الوقت اللحمة أو لا. خلينا نشوف آراء الناس وبنرجع بنكون معاكم. هلا هو بصراحة هو مضر للصحة، يعني مش إنه مو ما بحس إنه صحي. لا أنا ما أعتقد هو صحي، بس كثرته مش منيحة زيه زي غيره. لا أكل صحي ما مش بضر، أما من حيث بنصح، أما إنه بضر بالصحة لا. أنا بعتقد من الأكلات التي تضر بالصحة لأنه شوي هو دسم واللحمة دسم كثير ولها دهون كثيرة. المنسف بعتقد إنه من المواد اللي فيه كوليسترول وفيه لحمة وفيه نشويات، لكن كمان فيه حوامض اللي هو الجميل، لكن إذا أكلت منه باعتدال ومشيت وتحركت بالرياضة فبكون موضوعك إنه أنت
ما تأثرت فيه، لكن لو أكلت كمية قليلة وبقيت قاعد ما بتحرك جسمك، فبالتالي أنت بتضر حالك. فالموضوع أكثر هو بالإن والآوت. أكيد بتضر بالصحة، مش أكلات صحية. منسف، إنه المنسف أنا بحبه، من دونه ما بقدر أعيش ومو مضر للصحة. أما أنا كل يومين بأكل المنسف. المنسف بالنسبة لي مضر لأن اللحمة بتعمل كوليسترول، وإحنا كتير بنعمل المنسف، وهو بحس إنه أكل دسمة، فإنه بالنسبة لي إنه مضر. المنسف هو يعني أكل طبقة تقليدي في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنعمل بمناسبات كتيرة، بس أعتقد إنها بتنصح يعني إنه كترها غلط، لأنه ممكن في لحم كتير، في لبن كتير، فصح لبت من البروتين والأشياء هاي لازم نأكلها، بس إنه لازم نخفف منها وما نكتر منها. برأيي إنه من أكثر الأكلات اللي بتضر بالصحة. أول شيء شحوم كتير بنعمله، كل جمعة بنعمله. نسبة اللحم اللي فيه والدهون اللي فيه واللية، هي الأشياء كلها بتضر بالصحة. لا ابدا مش صحيه، بس انا كثير بحبها صراحه لانها كثير ثقيله يعني، فما بزبط واحد ياكلها اكثر من مره باليوم. بنصح اظن يعني انه هيك كبرنا بننصح انه بالذات لما تغليه وهيك. ومثل ما شفنا اجوبه الاشخاص كانت وبضحكه انه اكيد المنسف غير صحي، وهي اكله مليئه بالدهون. مثل ما نحن بنعرف أن المنسف لأنها أكثر أكلة نحن بنستهلكها خلال أيامنا، وخاصة يوم الجمعة هي الأكلة اللي كل الأشخاص بيجمعوا عليها وكل العائلة بتلتم عليها، لازم نحن نأكلها ولكن بالطريقة الصحيحة. هل في طريقة صحيحة أنا ممكن أكل فيها المنسف أو لا؟ أكيد في. لما بنيجي نلجأ للمكونات الرئيسية للمنسف بنلاحظ أنه هو معمول من الرز اللي هو النشويات، معمول من اللحم اللي فيها نسبة عالية من البروتين، معمول أكيد من الجميد اللي فيه نسبة عالية كمان من الكالسيوم، وبنفس الوقت بيضيفوا له دهون اللي هو بيجي من السمنة. فبنلاحظ إذا طلعنا على مكوناته الأساسية، المكونات كلها صحية. طب وين بتضل المشكلة باستهلاكي للمنسف؟ المشكلة بتكمن أنه لما الأشخاص تستهلك كميات أكبر من الكميات الطبيعية من هذا الطعام، بنلاحظ أنه معظم الأشخاص اللي عم تستهلك هذا الأكل بالعادة ما بتستخدم الصحون، وبالعكس بتحط الأكل بالصدر الكبير، وكل الأشخاص بتكون عم تاكل من الأكل الرئيسية أو الصدر الرئيسي. شوف أنه ما بيكون عندي تحكم بالكميات، وهذا الشيء بخليني أكل أكثر وأكثر. لما تكون العائلة كلها مجتمعة وكلنا عم ناكل من نفس الصدر، وبدون ملاحظة رح نلاحظ أنه نحن عم ناكل أكثر من كميتنا اللي إحنا ممكن ناكلها بالأيام العادية بالضعف. بالإضافة لهذا الشيء بنلاحظ أنه معظم الأشخاص عم بتضيف السمنة بشكل كتير كبير وبشكل مفرط على هاي المأكولات، وتفكر أنه كل ما كان في عندي نسبة أعلى من السمنة بالمنسف هو رح يكون أطيب، مع أنه هذا المعلومة غير صحيحة. السمنة أكيد هي بارت منها صحي إذا نحن أخذناها بكمية محددة، ولكن زيادة هاي السمنة بتشكل عدد كبير جداً من الدهون المشبعة، وخاصة saturated fatty acids اللي بترفع نسبة الكوليسترول السيء بالجسم بدرجة كتير عالية. وما ننسى أكيد أن الأشخاص اللي عم تأكل هاي اللحمة، أكيد اللحمة اللي عم بيستهلكوها بمعظم الأوقات عم بتكون من لحمة الخروف. خلينا ننتبه انه نحن نستبدل لحمة الخروف بلحمة العجل لحتى يكون فيها نسب دهون اقل بكتير، بنفس الوقت الدهون اللي فيها ما تكون مشبعة مثل لحمة الخروف. عم نلاحظ انه حتى مأكولاتنا الطبيعية اللي نحن متعودين عليها، مأكولاتنا الترديشنال او التقليدية، هي اكيد صحية، ولكن نحن اللي عم نخليها غير صحية بعادات وتقاليد جديدة نحن عم نعملها اللي هي مش مفروض تكون فيها. خلينا نقلل نسبة الدهون، خلينا نقلل نسبة السمنة، خلينا ناكل كميات وبورشنز كحصص طبيعية من الأكل، ونستبعد عن اللحم المدهنة لحمة الخروف بأنه نحن ناخذ الفيل ميت أو اللحم المشفى يعني نحن بنسميها من أي دهون. هيك نحن بنستطيع أن ناكل الوجبات اللي نحن بنحبها بكثرة، ولكن نفس الوقت ناخذ فوائدها وما ناخذ أضرارها. فإذا تغييرات صغيرة باللايف ستايل تبعنا، تغييرات صغيرة بطريقة طبخ الأم، أو حتى أي شخص عم يطبخ هاي الوجبة بطريقة صحية، رح نلاحظ إنه رح نقدر ناكل هاي الوجبة بطريقة صحية ونستبعد عن أضرارها. وصفة لحلويات ممكن أن يتناولها مريض السكري. أولاً لنتحدث عن المقادير. المقادير تحتوي على بيض عدد 3، سكر مقدار ربع كوب، مارجرين أو اللي هي الزبدة النباتية قليلة الدسم بمقدار ربع كوب أيضاً، طحين بمقدار نصف كوب ويفضل أن يكون من الطحين الأسمر، بيكنج باودر بمقدار معلقة واحدة صغيرة، بيكربونات الصوديوم بمقدار معلقة واحدة صغيرة، قرفة معلقة واحدة صغيرة، مسحوق جوز طيب مقدار ربع معلقة صغيرة، قرنفل بمقدار ربع معلقة صغيرة،
عسل طبيعي 100% بمقدار ربع كوب، 1 موز مهروس بمقدار حبة، 1 كوب من قهوة تقيلة. أما بالنسبة لطريقة التحضير، يتم خفق البيض، من ثم يتم إضافة السكر، الطحين، البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم بالتدريج، مع التحريك التدريجي جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم يضاف مسحوق القرفة، جوزة الطيب، العسل، مع استمرارية التقليب والتحريك جيداً، وبالنهاية يتم إضافة الموز والتقليب في المكونات. من بعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة إلى 50 دقيقة على درجة حرارة 170 سلسيوس. بما انه نحن اليوم حكينا عن مرض السكري، اعراضه واسبابه، صار وقت انه نحن نحكي عن الغذاء المناسب لمريض السكري. نحن دائما لازم ننتبه على اهم شغله لهدول الاشخاص، اللي هي عن وقت والكميه الكربوهيدرات اللي هم عم ياخذوها. اذا نحن متعودين ناخذ نص رغيف باليوم على وجبه الفطور، خلينا دائما نتعود اجسامنا انه ناخذ نص رغيف على شكل يومي. اذا نحن متعودين كمان انه نفطر الساعه 10، خلي دائما فطوري يكون على الساعه 10. هذا الشيء رح يساعد أجسامنا إنها تتأقلم على الأوقات والكميات تبعت الكربوهيدرات، ورح يصير قابلية البنكرياس عندي على إفراز الإنسولين أعلى. فما ننسى إذا نحن عم ناخد كمية معينة على وجبة الفطور، الغداء والعشاء، خلينا نلتزم بهاي الكمية، وبنفس الوقت نلتزم بالوقت، إنه دائما يكون عندي الوقت معين بالكميات والوجبات اللي إحنا عم ناخدها. يكون فطوري دائما محدد، فور إكزامبل يكون الفطور على الساعة 10، الغداء على الساعة 3، والعشاء على الساعة 8. خلينا كمان نحكي عن موضوع كتير مهم، واللي هي عن الحلويات ونسبة السكر للأشخاص بتاخدها. للأسف مريض السكري مش مسموح لأنه ياخد حلويات أو حتى سكريات. إذا هو اشتهى أنه ياخد الفاكهة، لازم الفاكهة هاي تكون ضمن الوجبة، ما نحن ناخدها على شكل سناك. فنحن إذا عم ناخد وجبة الفطور وحبينا ناخد سناك أو حبينا ناخد حبة فاكهة، خلينا ناخد هاي السناك أو حبة الفاكهة من ضمن وجبة الفطور، ومش كأنها وجبة خفيفة ما بين الوجبتين. فإذا لهدول الأشخاص المرضى السكري، الوجبات الخفيفة هي ممنوعة، ولازم بس تكون من البروتينات. فممكن نحن ناخد الخضار كوجبة خفيفة، ونزيد على الخضار البروتين مثل اللبنة أو حتى الجبنة، مشروب اللبن نحن بنتعرف عليه اللي هو الشنينة، أو حتى كاسة الحليب. النصيحة الثالثة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكري، اللي هي الألياف. الألياف لازم تشكل 50% من غذائي، لأنه الألياف بتساعد على تبطيء نسبة امتصاص السكر بالدم. فكل ما أخذنا ألياف أكثر بغذائنا، رح تكون نسبة امتصاص السكر بجسمي أقل. فإذا ألياف أكثر، نسبة امتصاص سكر أقل، بنفس الوقت عم بحافظ على نسبة سكر معينة مستديمة بجسمي، اللي هي بتكون أفضل. وما ننسى أن الرياضة بتشكل عامل أساسي ومهم جداً، ومثل ما شفنا مع الكوتش أنه الرياضة بتشكل أكيد عامل أساسي لخسارة الوزن والدهون، أكيد الرياضة بتساعد على حد زيادات أو ارتفاعات السكر المفاجئة بالدم، وبالنفس الوقت بتحد منها. وأكيد رح ننتقل كمان للبروتين، اللي هو لازم يشكل مصدر أساسي لغذائي. للأشخاص اللي عم تستهلك الغذاء، لازم تاخذ البروتين بشكل كبير وتركز عليه على شكل يومي. الأشخاص اللي بتعاني من مرض السكري، مرض السكري هو مش مرض أنا ممكن أعالجه، لأنه الجسم مش رح يطلع منه، ولكن هو مرض أنا ممكن أحد منه بسهولة، وأكيد بتغييرات صغيرة بحياتي. فما ننسى وقت الأكل والكميات، ما ننسى البروتين اللي هو لازم يشكل عامل أساسي من غذائي، ما ننسى الوقت اللي نحن لازم نتحكم فيه، ما ننسى الرياضة اللي لازم تشكل 30 دقيقة من يومي، وأكيد تكون الرياضة على شكل المشي السريع. مش بالضرورة أنه نحن نسجل بالجيم أو حتى نحن نعمل رياضة كتير عالية لحتى أنا أكون عم بحافظ على نسبة السكر بالدم، على العكس ممكن أنه نحن نتحكم تحكمات صغيرة بالرياضة اللي هي رح تساعدني بشكل كبير. ما ننسى أنه الفاكهة تكون جزء من الوجبة، مش ناخدها كوجبة صغيرة أو حتى كسناك. مثل ما حكينا، تغييرات صغيرة بحياتي رح تساعدني إنه أنا أتحكم بمرض السكري بشكل أفضل، وأكيد اللايف ستايل هو رح يساعدني بشكل أقوى. لكل اللي تابعونا اليوم، بتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بهاي المعلومات التغذوية الجديدة. معي أنا أخصائية التغذية العلاجية رند الديسي ببرنامج لايف ستايل. رح نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الوقت، خليكم معنا.